رحيم اليوم ثلاثاء الموافق 30/3/2021. المحاضرة اللي فاتت انتهينا في الحديث عن الجزء المتعلق في النيرفس سيستم، حكينا عن السينابتيك انتجريشن، وضحنا من ناحية اناتومي شو الفرق بين الدايفيرجن والكونفيرجن نيرونز. راجعوا المحاضرة، انا بجوز حتى ما نزلتها بنزلها ان شاء الله اليوم. نكمل، انتهينا من السينابتيك انتجريشن وشو مفهومه، نيجي نعدي كمان نشوف سينابتيك بلاستيسيتي. هذا المصطلح في النيرفس سيستم، بلاستيسيتي معناها مرونة، مرونة الأعصاب. هنشوف شو اللي بقصده. اللي بقصده كالآتي يا جماعة، الآن بحكي لك البرين عند البشر، عند الإنسان، هذا البرين. البرين بيفرز زي ما حكينا كل النيورو ترانسميترز، والنيورو ترانسميترز حكينا تتحكم فينا. النيورو ترانسميترز هاي كيميكلز، منها جلوتاميت. جلوتاميت حكينا هذا نوع من أنواع الأمينو أسيد نيورو ترانسميترز. الآن وجدوا الجلوتاميت مسؤول عن الليرنينج وعن الميموري. الآن الذاكرة عندنا، تخزين المعلومات، بتم بمساعدة الجلوتاميت. كذلك التعلم، الآن المعلومة اللي بنأخذها وبنفهمها أو القراءة اللي بنقرأها، كل هذا بتم من خلال فرز الجلوتاميت، وبيخلي البرين يدرك الشغلات اللي حواليه أو الشغلات اللي بقرأها. المقصود هنا كالآتي يا جماعة، في عندي بالسينابتك بلاستيسيتي موضوع اسمه لونج تيرم بوتنشيشن، وفي مقابله شورت تيرم بوتنشيشن. الفرق ما بين اللونج والشورت بوتنشيشن كالآتي. الآن واحد، هاي البرين، عندك النيرونز مع بعض. الآن حكينا ما بين النيرون والنيرون، في عندك ليفت. الآن الجلوتاميت إذا انفرز دائما، شوف عند الناس اللي بتقرأ كثير ودائما في حالة تثقيف للدماغ، يعني بتقرأ كثير، بتقرأ مثلا كتب كثيرة، بتحل أمثلة كثيرة، بتتعلم شغلات كثيرة، دائما عندها الجلوتاميت في حالة فرز دائم. بينما الطلاب اللي ما بيقرأوا، اللي مش دائما محتكين في التثقيف مثلا في الكتب في المعلومات، ما بيحاول يتذكر يحفظ، فبتلاقي عنده الجلوتاميت هذا نسبة إفرازه قليلة، مشان هيك ما بتلاقي عنده معلومات كافية يكون حافظها، لأنه ما بيجهد، أو خلينا نحكي ما بينشط البرين دائما في أنه يحفظ المعلومة أو يتعلم معلومة جديدة. الآن اللي عندهم long term potentiation، المقصود فيه أنه دائما الجلوتاميت في حالة فرز، يعني النيرون لما بيستقبل الجلوتاميت، الجلوتاميت مستقبلاته اسمها نمدة. تفضلي دكتور، ما فيها سلايد، مش مبين عندي. ايش مش مبين؟ مش عارف، النت عندك ضعيف. اطلع ورد ارجع. دخل خلص. ماشي، الان انت قطعتي حبل افكارنا، معلش خلينا نكمل. الان اللونج تيرم بوتنشيشن حكينا، الطلاب اللي بدرسوا كثير بتلاقي عندهم البرين بفرز جلوتاميت، ومستقبلات الجلوتاميت بسموها نمدة، NMDA ريسبتور. الان الطالب اللي بدرس كثير بتلاقي عنده هاي الريسبتورز مليان اللي بتستقبل الجلوتاميت، عشان هيك دائما في حالة خلينا نحكي استعداد للإجابة على أي سؤال، أو عنده دائما ثقافة عامة، النيرون دائما بحاول يتذكر ويتعلم. أما الطلاب اللي ما بدرسوا مثلا، ما بيجهد نفسه في القراءة في التعلم، دائما بتلاقي عنده الجلوتاميت والنيورو ترانسميترز هاي قليلة. هذا بسموه شورت تيرم. شورت تيرم يدل على أنه البرين ما في عليه جهد كثير حتى أنه يتعلم أو يحفظ. أما اللونج تيرم فهذا بيكون البرين في عليه جهد بفرز الجلوتاميت حتى أنه
دائما يكون في حالة تذكر للمعلومات والتعلم. هاي in general long term potentiation مسؤولة عن إفراز glutamate، والجلوتاميت مسؤول عن الليرنينج والميموري. الشورت تيرم معناته قلة بإفراز الجلوتاميت، وبالتالي بيكون عنده ضعف في الليرنينج والميموري. واضح؟ تمام دكتور. طيب شوفي كمان عندنا هاي الشغلات شرحناها بطريقة بسيطة، هذا كله مش نعدي مش مطالبين فيه، وأغلبه شرحناها يعني ادرس فقط على الشرح بكفي. الآن في أمور بنعديها. الآن السوماتيك ريفلكس يا جماعة، الآن النيرفس سيستم فيه خاصية اسمها السوماتيك ريفلكس. سوماتيك معناته النيرف المرتبط في العضلة. شوف يا جماعة، هاي البرين وهي السباينال كورد، هذا سميناه سنترال نيرفس سيستم. الآن هي يد، واحد يده، افرض واحد يتعرض لإصابة، الآن على اليد تحت الجلد في عندي سنسوري ريسبتورز. هاي السنسوري ريسبتورز مرتبطة مع نيورون، هاي دندرايت، خلينا نحكي هاي دندرايت، طويلة دندرايت. بعدين هاي السيل بادي، السيل بادي الأكسن بفوت جوا السباينال كورد، هذا اسمه سنسوري نيورون، هاي دندرايت استشعرت هذا الألم. الآن السنسوري نيورون ودت معلومة للبرين والسباينال كورد اللي هم الانترنيرون اللي جواتنا حتى يحلل المعلومة هاي، وبالمقابل في عندي نيرون ثالث اسمه موتور نيرون بيروح على العضلة، هذا الأكسون وهذا تيرمينال السيل بادي والدندرايت بيكونوا جوا البرين أو السباينال كورد. هذا الموتور ردة فعله أنه ابعد إيدك عن الأذى. الآن إذا أنت تعرضت أحيانا لأي إصابة وأنت مش شاعر، بتلاقي هذا السنسوري نيرون ودى معلومة نسميها هنا افيرنت نيرون، يعني ودي معلومة للسباينال كورد بدون ما يوديها للبرين مباشرة. أحيانا تتعرض لإصابة بتبعد إيدك بدون ما تعرف شو اللي حواليك كردة فعل، هنا بنسميه سوماتيك ريفلكس، أي إنه النيرون ودى معلومة للسباينال كورد ورد عليها. طبعا الانتر نيرون حللتها، النيرون الثاني هذا السنسوري، هذا انتر نيرون حللها واعطى امر للنيرون الثالث موتور وراح على العضلة قال له شيل ايدك بسرعه بدون ما يشوف الدماغ شو المشكله. هذا بنسميه ريفلكس ارك او سوماتيك ريفلكس، يسموه ارك. مثال عليه هذا هو، اعطيكم مثال. مثلا هنا الواحد لما تعمل مطرقه بدون ما تعرف تشعر في رده فعل، او مثل هيك مثلا واحد تعرض لنار دغري الافيرنت نيرون راح على الانتر نيرون اعطاه بالسباينال كورد ورده فعل الموتور اجت على العضله قالت له ابعد ايدك. هذا بنسميه احنا سوماتيك ريفلكس. اوكي، هيك بوضح لك كيف طريقه النيرفز انها تتحكم فينا. طيب نيجي على مفهوم جديد وهو الأوتونوميك نيرفوس سيستم. تذكروا احنا في البدايات في اول الشابتر اللي هو النيرفوس سيستم، حكينا النيرفوس سيستم ينقسم الى قسمين، الاول سميناه برين، او اسف سنترال نيرفوس سيستم، سنترال مركز اللي هو البرين مع السباينال كورد، وشرحنا خلصنا انتهينا منه. الان نيجي على البيريفرال، بيريفرال النوع الثاني peripheral nervous system. peripheral معناها طرفي، المقصود فيه هي النيرز اللي خارجة من البرين والسباينال كورد ورايحة على الأورغانز تتحكم في الأورغانز. هاي peripheral nervous system، هذا central nervous system. الآن البريفيرال نيرفوس سيستم يا جماعه اللي هي النيرفز الخارجيه، شوفوا كيف هاي السنترال نيرفوس سيستم البرين وهاي السباينال كورد، حكوا في نيرفز بتخرج من البرين والسباينال كورد من جهه اللفت ومن جهه الرايت. عدد هاي النيرفز 34 نيرف زوج بير، 43 زوج من النيرف، يعني هم اللي بيكون 86، لكن احنا بنعتبره اليمين والشمال مع بعض.
فعدد النيرفز اللي خارجة من الرأس ومن الظهر سباينال كورد ورايحة على كل الأورجان جواتي الأورجانز 43. أوكي، هذول 43 يعتبروا بيريفيرال نيرفس سيستم. الآن خلينا نشرحهم. فالآن هذول النيرفز بهم ميزة، حكوا إنه البيريفيرال نيرفس سيستم قسموها إلى سوماتيك وأوتونوميك. أوتونوميك، آسف، إذا انقسموا البيريفيرال نيرفس سيستم، خلينا نمحي هاي دقيقة بالله، إلى سوماتيك وأوتونوميك. شو الفرق بيناتهم؟ حكوا في النيرفز هاي اللي خارجة من البرين وسباينال كورد، في منها بيشتغل بشكل أوتوماتيكي. أوتوماتيكي يعني involuntary، involuntary بشكل تلقائي. مثل إيش؟ هاي النيرفز بتروح على أورجان بتشتغل بشكل أوتوماتيكلي، اللي منها القلب. أنا ما بقدر أتحكم في نبضات القلب. السموث مصل اللي هي العضلات اللي موجودة في المعدة، أو خلينا نحكي في الدايجستيف سيستم، في الجهاز الهضمي، أو الموجودة في الريسبيراتوري سيستم، يسموها سموث مصل، أنا ما بقدر أتحكم فيها. الفين الأرتري كونتراكشن للفين والأرتري ما بقدر أتحكم فيها. أيضا الجلانز، الجلاند أنا ما بقدر أتحكم في إنها تفرز أو لا، فهي طبيعتها انفولنتري، أي إنه هاي النيرز مرتبطة بهاي الهارت، سموث مصل وجلاند، وهاي التحكم فيها انفولنتري أوتوماتيكلي. بينما في عندي نيرفز آخر بيطلع وبيروح على العضلة، على العضلات. العضلات وين موجودة؟ فوق العظام. هاي العضلات بنسميها السوماتيك. النيرفز اللي راي على العضلة بنسميه السوماتيك. هذا مرتبط النيرف بالسكيليتال مصل، ها سكيليتال مصل مرتبط في العضلات. العضلة أنا اللي فوق البون أنا بتحكم فيها، هون التحكم فولنتري مقارنة مع الأوتونوميك انفولنتري. هاي الفرق بيناتهم يا جماعة. كلاهما النيرفز هاي اللي خارجة سواء السوماتيك أو الأتونوميك اللي هم البريفيرال نيرف، كلهم موتور نيرون، موتور نيرون بتحكموا في العضلات، بتحكموا في الأورجان. ومن هنا إجا مسمى البريفيرال نيرف سيستم. سوماتيك مرتبط بالعضلات، أتونوميك مرتبط في القلب، في السموث مصل، في الجلاند. طيب خلينا نرجع للنيرفز هاي 43 نيرف، نحكي فيهم من كمان مرة، نربطهم في البريفيرال نيرفس سيستم. الآن وجدوا كالآتي يا جماعة، درسوا في علم التشريح الإنسان human body، جسم الإنسان، وجدوا كالآتي، طلعوا هاي البرين وهي السباينال كورد، هذا السباينال كورد. وجدوا كالآتي، حكوا في النيرفز اللي خارجة اللي هم حكينا احنا عددهم 43 بير اوف نيرف، حكوا 12 منهم بيطلعوا من البرين، 12 عد 12 سموهم كرينيال، كرينيال نير اللي هي النيرفز اللي بتكون خارجة من البرين. كرينيال معناها برين باللغة اللاتينية. 12 بيخرجوا من البرين، وين بيروحوا؟ بيروحوا على الايز، بيروحوا على الايرز، بيروحوا على الماوث، ومنهم واحد بيروح على الأورجان كلها اسمه فيغاس. فيغاس طبعا هاي نيرف سموها هيك، نيرف 1، نيرف 2 باللاتيني، نيرف 3، نيرف 4، نيرف 5، وهكذا 12 نيرف. كم من ال 43 شيل منهم 12، كم بيضل؟ ظل كم؟ 31 مش هيك؟ 31. نعم. الآن الباقي، الباقي بيطلعوا من جهة الرقبة، 12 نيرف بيطلعوا من جهة الرقبة اسمهم سيرفايكل، سيرفايكل.
وبعدين 8 من جهة الصدر بسموهم ثوراسك، ثوراسك. بعدين 5 من جهة البطن بسموهم لمبر، وأيضا 5 بيظهروا من بيطلعوا من جهة الظهر، وأنا ثوراسك الصدر، لمبر البطن، وساكرال من جهة الظهر، وآخر شيء آخر نير بسموه كوكسيجيل، هذا من جهة الحوض. كم العدد صار هيك؟ المفروض 31 واحد 10 8 9 نعم 12 منهم من البرين والباقي منهم من السباينال كورد. الآن كالآتي، هذول كلهم بريفرال نيرفس سيستم. الآن بريفرال نيرفس سيستم حكينا منهم سوماتيك والباقي اوتونوميك. الاوتونوميك يا جماعه قسموه لقسمين، هذا الاوتونوميك اوتوماتيك اوتو نو اوتو نوميك بريفرال نيرفس سيستم، قسموهم لقسمين، قسم سموه سمباثيك نيرف، سمباثيك، والثاني بارا سمباثيك باثيك. شو الفرق بيناتهم؟ حكوا السمباثيك نيرفز هاي المسؤولة عن الفايت اند فلايت، مسؤولة عن الكر والفر، يعني هاي السمباثيك نيرف شابكة مع الهارت، مع السموث مفصل، مع الجلاند. شو بتعمل فيهم؟ في حالة الخوف الفير، في حالة الغضب، خلينا نسميها غضب. شو يعني غضب بالإنجليزي؟ أجريسيف ولا إيش؟ إيه أنجر. أنجر. في حالة الهجوم أتاك. في حالة الإكسرسايز تمارين. في حالة اللي هو خلينا نحكي اكسرسايز، شو في كمان شغلات فيها ستريس انكزايتي. نعم ستريس انكزايتي، شو كمان، كل شيء فيه اكتيفيتي عالية اللي بتسبب كالآتي: ارتفاع في نبضات القلب، بتزيد الهارت ريت، بتزيد الهارت بريشر، بتزيد ايش كمان، مسل كونتراكشن، طبعا هنا سموث مسل كونتراكشن، ايضا بتزيد ايش كمان، شو كمان عندنا بصيرنا في حاله فازو كونستراكشن للبريفيرال. ايوه وبعدين بيزيدوا نبضات القلب، بيزيدوا دراينس بالمعنى. نعم بيزيد البريثينج، مش هيك؟ بيزيد البريثينج. نعم. ريسبيراتوري الكولوزس. نعم. الابيتايت، شو بصير في الشهية؟ لس. بتقل الشهية في حالة الغضب. هذا مين اللي تحكم فيها؟ تحكم فيها النيرفس هاي البريفيرال. أي نيرفس اللي هنا؟ الثوراسك الثمانية هذولا والخمس. حوالي 13 واحد شابكين مع الهارت، مع السموث مصل، ومع الجلاند، بيعملوا فيهم اكزايتيشن، اوكي، بيزيدوا منهم. اما النوع الثاني الباراسمباثيك، عكس السمباثيك، شو بيعمل؟ سموه ريست اند دايجست، الراحه والهضم. في حاله الراحه شو بصير؟ اللي هم بارا، بارا معناها الهارت ريت بيقل، البلد بريشر بتقلله، الابيتايت، شو بتعمل في الابيتايت؟ بتزيد. بتزيد. البريثينج في حاله الراحه شو بصير فيه؟ بريثينج ريت بيقل. بيقل. هاي الباراسمباثيك نيرف حكوا خارجه من البرين، اللي هم ال 12 هذولا، طبعا مش كلهم، هم واحد او اثنين طالع منهم، اللي هو نيرف 9 ونيرف 10 من ال 12، الباقي بيكونوا رايحين على العين والماوث، بيطلعوا من الكرينيال وبيطلعوا من الخمسة الساكرة، وبيروحوا على الهارت ك
كذلك سموث موسل والجلاند. هذولا بيخففوا بيعملوا انهيبيشن. البارا بتهدي القلب من السيرفايكل والساكرال، اما السمباثيك من الثوراسيك واللمبر بيزيدوا من نبضات القلب. فالقلب يكون شابك فيه نوعين، نوع سمباثيك ونوع بارا سمباثيك. واضح؟ تمام دكتور. هذا من ناحيه اناتومي شو هو البريفيرال نيرفس سيستم والاتوميك. طب مين يقول لي العلاقه ما بين السمباثيك والبارا سمباثيك حسب اللي فهمناه شو بتكون العلاقه؟ عكسية. نعم، هذه من نسميها أنتاغونيزم. 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 أنتاغونيزم كلمة لاتينية أو إنجليزية معناها تضاد، أي هذا عكسها. أوكي، وكلاهما بيتحكموا فينا هذول النيرف، إما في حالة الغضب أو في حالة الراحة. أوكي يس دكتور تمام. الآن شرح لنا البريفيرال نيرفس سيستم من ناحية أناتومي. في حد عنده أي سؤال في هاي المواضيع يا جماعة اللي شرحناها؟ انتبه للسوماتيك، نعمل نحفظ المقارنات هاي السوماتيك الأتونوميك. طيب عندنا كمان هاي، وانا الرسمه هاي كمان بتوضح اللي حكيناها بس بطريقه ثانيه. وانا الاتونوميك نيرفس سيستم قسموه سمباثيتك بارا سمباثيتك، وفي عندي شيء اسمه انتريك بعدين نشرحه. خلينا احنا على السمباثيتك والبارا سمباثيتك. وهذا النوع الثاني موتور اللي هو السوماتيك، سموه السوماتيك، هو اللي بيتحكم في العضلات. هذا موضوع لحاله. في شغله نسيناها الآن، طلعوا يا جماعة لما نيجي على تركيب هاي النيرف البريفيرال نيرفز كلها 43 واحد، وجدوا كالآتي، وجدوا كالآتي. خلينا أرسم هنا، هاي البرين وهاي السباينال كورد. وجدوا هاي البريفيرال نيرفز سيستم اللي خارج اللي عددها 43 نيرف، بير اوف نيرف زوج من النيرف. وجدوا هاي خروجها كالآتي، حكوا البارا، البارا سمباثيتك اللي هي من الكرينيال نير ومن الساكرال من هنا. حكوا هاي بتخرج وبتروح على القلب على السموث مصل وعلى الجلاند. حكوا في مش نيرف واحد هذا مباشر بروح على القلب، وجدوا انه في نيرف فراغ وفي نيرف ثاني بروح على القلب. هذا البارا اللي هو من الكرينيال ومن الساكرال. فحكوا لما درسوه من ناحية أناتومي فتحوا جسم الإنسان وتفرجوا على السباينال كورد وشافوا كيف هذا النيرف رايح على القلب، وجدوا تو نيرف بيناتهم فراغ شق. تذكروا في النيرون حكينا ما بين النيرون والنيرون عندي شق سميناه سينابتك كليفت، كليفت أو سينابس كليفت. هنا لا، عندنا هنا هذا في السنترال نيرفس سيستم. في البريفيرال هنا عندي نيرف ونيرف رايح على الاورجان. هنا في البرين، هذا في البريفيرال. حتى اميزه عن السيناتيك ليفت بسموه جانجليون. جانجليون، جانجليون كلمه معناها عقده فراغ. حكوا في الباراسمباثيتك نيرف هذول من البرين والساكرال بتكون هاي الجانجليون قريبة من الهارت. اللي قبلها بسميه بري، اللي بعدها بسميه ايش؟ بوست. بوست. نعم، فاللي قبل بسميه بري جانجليونيك نيرف، واللي بعدها بوست جانجليونيك نيرف. هاي من ناحية اناتومي نحفظهم، هاي اسمها جانجليون. هذا بالنسبة لمين؟ للباراسمباثيك. سمباثيتك الآن نيرف اللي خارج من الثوراسك واللمبر من الصدر والظهر، هذولا يا جماعة نفس الشيء رايحين، خلينا أرسمهم واحد بس، كلهم واحد. هذولا رايحين على الهارت على السموث مصل وعلى الجلاند.
الفرق في الجانجليون هون، طلعوا هون الجانجليون في البارا قريبة من الهارت، أما في حالة السمباثيتك طلعوا بتكون هون الجانجليون. الجانجليون بتكون قريبة من السباينال كورد، أما في هذا في السمباثيتك. الباراسمباثيتك بتكون قريبة من الأورجان. الآن اللي قبل هاي جانجليون، هاي بري وهذا بوست. بنلاحظ الفرق بيناتهم كالآتي، في الباراسمباثيتك البري جانجليونيك بيكون لونج، أما في السمباثيتك بتكون شورت. هذا النير البوست هنا بيكون شورت أو داخل الأورجان، أما في السمباثيتك بيكون لونج. طبعا غير هيك هذا بيكون مايلينيتد، البري دائما بيكون مايلينيتد، البوست بيكون ان مايلينيتد ما في عليه ملينشيت. الجانجليون هنا قريبه من السباينال هنا بعيده. السمباثيتك بيعمل اكتيفيتي للهارت، الباراسمباثيتك بتعمل ريلاكس للهارت. هاي ايضا من ناحيه اناتومي تركيبهم. الآن الصوماتيك اللي حكينا عنه بتحكم في العضلات، الصوماتيك حكوا نيرف واحد بروح على العضل، ما في جانجليون، مشان هيك بسموه انيرفيشن، انيرفيشن نيرف واحد. أما هذول الاثنين البري والبوست في السمباثيك والباراسمباثيك بسموهم داي انيرفيشن. مشان داي انيرفيشن ثنائي النيرون أو النيرف، أسف هنا النيرف، هذا وين نيرف بروع العضلة. واضحة؟ واضحة يا جماعة؟ واضحة دكتور. نعم هذول كلهم موتور، بريفرال موتور، بيطلعوا من البرين والسباينال كورد وبتحكموا لي فيهم بالهارت سموث مسل جلاند أو بالعضلات. نوقف لهون، في حد عنده أي سؤال يا جماعة؟ في حدا مش فاهم؟ دكتور تفضل. ما بدي أسأل سؤال عن إشي حكيته بالمحاضرة الماضية. نعم. هلا إحنا أخذنا اللي هم أربع طرق كيف نعمل ريموفينج لنيورو ترانسميترز. نعم. اللي هم الديفيوجن والري أبتيك والبريك داون والأستروسايتس. نعم. هلا يعني بعد ما يصير عندنا بريك داون، اذا ما نحكي عن هاي الطريقه، بعد ما يصير عندنا بريك داون الاستروسايتس باخذوا الانزيمات، المواد الانزيمات حطمتها وبتوديها على الدم، يعني على الدم او بتوديها على النيرون يعيد تصنيعها. يعني هم الطريقتين ورا بعض بيجوا، يعني بعد ما يصير في بريك داون الاستروسايتس بتاخذ المواد وتوديها على الدم، هيك بصير؟ نعم. او برجع نفسه المحتويات هاي ترجع بدون استروسايت، ترجع لوحدها يعني من هون هيك، يعني هاي النيرون هذا وهي النيرون الثاني. حكينا الانزيمز حطمت النيورو ترانسميترز، اللي حطمته هذا يظهر جديد ممكن يرجع لحاله عبر بروتين ري أبتيك. اوكي؟ قلنا ري أبتيك وسلها، يعني بيحطمه وبيعمل له ري أبتيك، او بتاخذه الاستروسايت بتاخذه بتوديه على الدم، او بترجعه على النيرون اللي قبل، النيرون اللي قبل. طب ايش يعني ايش بيعتمد انه اي طريقه؟ لا هذا كله ان جنرال، كلهم بيشتغلوا مع بعض. كلهم بيشتغلوا بنفس النظام بشكل دائم. يس. واضح؟ مش انه في طريقه معينه كل واحده له مثلا كيسز حاله في، لا كلهم هيك بيشتغلوا دائما في الدماغ. واضح. طيب يا جماعه في حد سؤال ثاني عنده؟ طيب المرة الجاية يا جماعة نتحدث كالآتي، ذكروني إنه راح نتحدث عن الـ peripheral nervous system، هذولا شو نوع النيورو ترانسميترز اللي فيهم. أوكي؟ إذا ما في أسئلة يعطيكم العافية يا جماعة. العافية دكتور. عافيكم يا رب. نشوفكم إن شاء الله المحاضرة القادمة.